ذكرت أنه في بعض الأفكار المغلوطة حتى في المسيحية عن موضوع التالوت، هل فيك قسيس شادي تعطينا فكرة إيش نوع هذه الأفكار المغلوطة؟ طبعا الأفكار المغلوطة هي بدع أو هرطقات، ألا توافق معي؟ أكيد أكيد، الهرطقة أو البدعة التشنيزار بمعناها البسيط هو خروج عن الأصل. فأي خروج عن الأصل في الأساسيات المسيحية اللي هي الثالوث، وحي الكتاب المقدس، ألوهية المسيح، ناسوته الكامل، عمله الكفاري، التبرير بالإيمان، أي خروج عن هاي التعاليم الأساسية في المسيحية هو بدعة. والبدعة موجودة من يعني من رسائل الرسول بولس نفسه، تكلم عن موضوع البدع اللي موجودة اللي هي واحدة من أعمال الجسد. لكن ببساطة ممكن نقول إنه في أكثر من فكرة خاطئة موجودة في بال المسيحيين، حتى عن المسيحيين البسطاء، عن موضوع الثالوث. مثلا إنه الثالوث هو أجزاء، إنه الآب هو جزء من الله والابن جزء والروح القدس جزء، وكأنه الآب هو الثلث والابن الثلث والروح القدس الثلث. عشان هيك أنا مش كتير بحب كلمة التثليث، لأنه التثليث بمعناها العربي هو التقسيم إلى ثلاثة أجزاء. فلا يعني بلاش نستخدم كلمة التثليث، لكن الثالوث أفضل وأنسب. فواحدة منها إنه هو ليس أجزاء، الآب ليس ثلث الله والابن ثلث الله والروح القدس ثلث الله، الآب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله، لكنهم مشتركين في ذات إلهية واحدة. احنا بنقول الذات الإلهية هي ذات واحد. واحدة طبعا زي ما قلت في بداية الحلقة يعني مفهوم خاطئ موجود عند الأحباء المسلمين، إنه الثالوث هو ثلاثة آلهة، وطبعا هذا 100% خطأ. احنا ما بنقول الآب هو منفصل عن الابن وكل واحد منهم إله منفصل، أو حتى زي ما بقولوا شهود يهوى لما بقولوا إنه الابن هو إله آخر غير الآب. لكن أيضا في بدعة جديدة ظهرت اللي اسمها بدعة يسوع واحد، وبتقول إنه الله هو لعب ثلاث أدوار، لعب دور الآب، ثم لعب دور الابن، ثم لعب الآن يلعب دور الروح القدس، وهذا أيضا ضد الكتاب المقدس على خط مستقيم. فهم ليسوا ثلاثة أدوار أو ظهورات لله، ليسوا ثلاثة أجزاء، وأكيد ليسوا ثلاثة آلهة.